السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نقدم واحد الشرح حول حشره الدعسوقه او الكوكسينيل اون فرونسي. بالنسبه لهذه الحشره كتعتبر من الحشرات النافعه، اي الحشرات اللي عندها واحد الدور مهم في القضاء او في محاربه بعض الحشرات المخربه. حشرة الدعسوقة اللي كنعرفوها هي سبيسياليست او اختصاصية في الاقتيات على حشرة المن او حشرة بوعسال او حشرة البيسخون. بالنسبة لهذه الحشرة هذه، يعني علاش درت هذا الفيديو؟ انا فايت اللي تحدثت عليها، علاش داير هذا الفيديو؟ يعني بالنسبة تقريبا كاع لي تيب ديال الكوكسينيل لقيتهم بالنسبة لهذا الدومين اللي كنشتغل فيه حاليا، يعني دومين كيخدم الفريز بيو، يعني دون استعمال أدوية كيميائية أو دون استعمال دي برودوي شيمي. هذه من المزايا ديال استعمال الأدوية أو يعني بروغرام ديال لافيرتيغاسيون كيكون كلشي بيو، يعني تريتمون بيو. يعني بحال هاد الحشرات هادو كنلقاوهم بكثرة، يعني هاد الحشرات كنلقاوهم بكثرة، يعني دومينات اللي كيستعملوا برودويات طبيعية.